واحد تحية وواحد السلام عليكم مع قناة السائقة المحترفة هاكيم ومعلومات. هاد الالارم اللي شعلات اوتوماتيكمون الناس اللي ما عمرهم طاحوا فهاد لومبانات ولا اللي مبتدئين بصفة خاصة تشوفوا معايا. هنا سيدي عندك باتري مرسوم حتى ما قاريش كاع سيدي كاشيفور وما قاري اوتوماتيكمون غتكون عندي الباتري في شي مشكل. كتجي كتحس منها كتلقى الالتيرناتور ديفيكتيو دونك الالتيرناتور بقاتش خدامه ما كتشارجيش لك الباتري. كنا كنعرفوا ان عندنا ريغلاج كنعرفوا الباتري ديالنا الشارج ديالو كاين في الطابلو. هاد لي توج هادو راه خدامين كنجبدوا منهم شحال الباتري فيه. عندكم دابا انا غنبرك على اوكي طلع لي خدامي هنا طابلو فيه الباتري الفوق كان قبيله 25.6 دابا 0.3 يعني راه غادي كينقص. دونك الباتري داكشي اللي فيه غيمشي وصافي وغيسكت الكاميون او الا سكتي ما غيبقاش يدي معاك. هذيك اللي تحس من على هذوك القراعي ديال البرد راه تري بيان. كي قلت دابا اذا الالتيرناتور على حساب المعرفه ديالي انا الصغيره مشاو ليها الشاربونات دونك خاصها ضروري تريسيان. المشكله اللي غتكون هي كون كنا بالليل ومشعلين الضو او كنشعلوا الضو هنا غادي يستهلك لينا بزاف الباتري. الحمد لله حنا بالنهار بقات لي ساعات المكان ان شاء الله اللوزين يعني ان شاء الله غادي يكون حل. كي قلت لكم يعني ان الباتري ديالنا ما غادي يبدا صحاب الكريتيك والدوبلاج والاشغال بنادم ما كيشوفش لا هذا كيشوف غير عاود المخك. انا كنضوبل اخويا في الاشغال كنضوبل في الخط متصل مشغول فيا حتى شي واحد. انا حره وعاجبني راسي وعاجبني سوقاني وكنحماق على سوقاني. انت باش تضوبل في هاد الطريق بحال هادي خاصك تكون عندك ديون النحاس وخاصك تكون سميتك حكيمه. اصحاب الكريتيك مع من كنهضر. المهم حنا دابا في لومبان يعني انا كنصور وشاده التليفون ومضوبله ومزيره عند الحجر اللي في الاشغال و كاين واحد السكوت هنا نهربوا عليهم. المهم كيف قلت يعني ان فوا طلع لك هذا الباتري كتعرف ان عندك شي مشكل في الباتري كتمشي كتقلب كتشوف الباتري ديالك واش مشارجي شحال فيه. ديجا قبل كتكون الباتري ديالك عارفه فين كيكون. انا الباتري عندي كيكون في 28 فاصله شي حاجه المهم 28. دابا ملي طليت عليه شعلات هذيك وطليت عليه لقيته 25.6 زدت واحد شويه هبط 0.5 0.4 فاصله 3. اوكي كيقول كونتاكتي لاتولي يعني ضروري خاص تريسيان. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دائما مع المعلومات الخفيفه الطريفه مع السائقه المحترفه حكيمه معلومات زوينه هاديه مفيده لبعض الناس. شي وحدين نقول لك حنا عارفينها عرفها انت ولا عاود راسك انا مالي شغلي فك ما كندويش معاك انت اصلا انا كندوي مع داك اللي ما عارفهاش تفهمنا وزيدوا كاين شي معلومات حنا طبنا في الحرفه وما عارفينهمش. بحال البارح ملي راه درت واحد الفيديو قبل راه حطيته في القناه ديالي وفي تيك توك وفي الانستغرام ملي ما بغاش يديماري ليا الكاميون اول حاجه درت دورت الكونتاك يعني مشكل ما كاينش في الباتري صافي الفيتاس الكاميون بوامور يعني ماشي فيتاس نقولوا راه ما غاديش يديماري حيت الكاميون كان فيتاس ما كيديماريش ماشي كلشي طبيعه الحال. تحيه لديال الشرايبي توحشتكم توحشت الشركه اما الشيافر البعض اللي توحشتهم البعض الحمد لله تهنيت منهم. مشيت هبطت الكوب كورون حيدتها ورجعتها ولكن في اخر المطاف تواصلت مع تكنيسيان كيوريني واحد الفيش اللي انا ما منتبهاش ليه وكيف لاحظت ان الفولفو صراحه فيها ما يتقال بالنسبه ل يعني فيها ما يتقال بزاف بالنسبه للمعرفه بها والمباناس ديالها مشاكل ديالها فيها ما يتقال ماشي بحال الحديد الاخر. الحديد الاخر دون ذكر الاسامي ماشي شركه تمشي تعيني ما فيهمش لومبانات فيهم لومبانات ولكن دوك لومبانات ديالهم محدودين عند الميكانيسيان او التريسيان او اما لومبانات اللي خاص يعرفهم الشيفور قلال في الحديد الاخر. الفولفو لا الفولفو لومبانات ديالها على حسب ما اكتشفت والاخوان اللي قدامين في الحرفه وقدامين في الفولفو يعطيونا مازال معلومات
عطاونا امبانا طاحوا فيهم وكيفاش حلوهم، بان هي لومبانات ديالها كاين فيها ما يتقال، كاين فيها بزاف ديال لومبانات خصهم يتعرفوا يكونوا على بال عند السائق المهني. وانا الحمد لله دابا يعني كيف كنقولوا دابا 4 شهور تقريبا وشي حاجه بس سكت الكونفو يعني.